مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الفيديو الجديد. بلا شك فإن أي شخص متابع لمجال التقنية قد سمع بخبر تخلي شركة مايكروسوفت عن إرسال التحديثات لنظام ويندوز 7. هذا الخبر مهم جدا وله أهمية خاصة خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هذه النسخة من النظام، ولذلك خصصت هذه الحلقة من أجل التحدث عن أهمية التخلي عن هذا النظام واستبداله بنسخة أخرى من نظام ويندوز. إذا لنتابع التفاصيل بعد هذا الفاصل. إذن أيها الإخوة، من المهم جدا أن نعرف أهمية هذه التحديثات التي يتم إرسالها من طرف شركة مايكروسوفت. طبعا هذه التحديثات لها مجموعة من الميزات ولها مجموعة من الوظائف، لكن تعتبر مسألة الحماية من أهم هذه الوظائف وأخطرها على الإطلاق. لذلك بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بإيقاف التحديثات هم معرضون أكثر للاختراق، وبالتالي فما بالك إذا كانت الشركة نفسها قد تخلت عن النظام ولم تقم بإرسال التحديثات مطلقا. إذن لنعرف أهمية هذه التحديثات فيجب أن نعرف أن كل نسخة من نسخ ويندوز هي معرضة للاختراق ومعرضة للكشف عن الثغرات، ولذلك عند الكشف عن الثغرات تقوم شركة مايكروسوفت بإصلاح هذه الثغرة عن طريق إرسال التحديثات والتي تتضمن بعض البرمجيات التي تقوم بإغلاق هذه الثغرات وحماية المستخدمين من الاختراق. إضافة إلى ذلك تقوم الشركة بإرسال مجموعة من الميزات والإضافات التي تضيف أشياء في النظام أو تقوم بإزالة أشياء أصبحت غير صالحة وأشياء من هذا القبيل، لكن تبقى مسألة الحماية هي من أكثر المسائل خطورة بالنسبة للتحديثات. وبالتالي عندما نسمع بأن شركة مايكروسوفت قد قامت بإغلاق التحديثات أو إيقاف التحديثات، هنا يجب أن نعرف أن مسألة الحماية قد أصبحت ضعيفة جدا. وبالتالي أيها الإخوة يجب علينا أن نقوم بإزالة نظام ويندوز 7 من الحاسوب ونقوم باستخدام نسخ أخرى من النظام كويندوز 8.1 أو ويندوز 10 الأخير، حيث أن هذه النسخ من النظام ما زالت الشركة ترسل إليها التحديثات الأمنية والتحديثات الخاصة بواجهة النظام والإضافات وكل ذلك. لكن كما قلت فالتحديثات الأمنية هي من أهم هذه الأشياء والتي يجب أن نقوم بتثبيتها فور الحصول عليها، لكن بالنسبة لمستخدمي ويندوز 7 الآن لن يحصلوا على هذه التحديثات وبالتالي سوف يصبح نظامهم معرض للاختراق بكثرة. إذن في هذا الفيديو القصير أحببت فقط أن أشير إلى أهمية الاستغناء عن نظام ويندوز 7، حيث أن الإحصائيات أثبتت أن 55% من مستخدمي نظام ويندوز يستخدمون نظام ويندوز 7 بالتحديد، وبالتالي فالأمر أكثر خطورة. لذلك إذا كنت تستخدم نظام ويندوز 7 يجب عليك أن تقوم بفرمتة الجهاز وتقوم بتحديث النظام إلى نظام 8.1 أو إلى نظام 10، وهكذا سوف تضمن التوصل بالتحديثات وسوف تكون أكثر حماية. إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية الحلقة. إذا أعجبك هذا الفيديو وقد استفدت منه لا تنسى الضغط على زر لايك وكذلك الاشتراك في قناة مجهول معلوماتي إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها حلقاتنا على اليوتيوب، كما لا تنسى تفعيل خيار الجرس من أجل أن تتوصل بإشعارات لجديد الحلقات. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. شكرا لكم على المشاهدة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة مجهول معلوماتي.